تعرض طلاب الجامعات الأمريكية الداعمين لفلسطين لحملة قمع وترهيب غير مسبوقة. بجامعة هارفارد لقوا طلاب مجموعات التضامن الفلسطينية صورهم عم تنعرض على شاشة باص برم بشوارع المدينة مع عنوان رواد معاداة السامية بجامعة هارفارد، وتوزعت أسمائهم، سنتهم الدراسية، شغلهم السابق، صفحاتهم على السوشيال ميديا. انضم للحملة رؤساء شركات عالمية طالبوا بإدراج الطلاب على اللائحة السوداء بتذكر بأسوأ أيام المكارثية، ووعدوا بعدم توظيفهم. بسبب هالحملة 9 من 34 مجموعة ضامنت مع فلسطين سحبت توقيعها، وبعض الطلاب خافوا يتركوا غرفهم حتى ما يعتدى عليهم. I think that if I show my face or say something against Israel is at this time the attacks are just will be overwhelming. حملات الترهيب طالت جامعات تانية مثل كولومبيا بنيويورك بعد ما منعت الإدارة الإعلام من تغطية اعتصام مؤيد لفلسطين واجهوا اعتصام مؤيد لإسرائيل. وانشنت حملة على جامعة بنسلفانيا طالبت باستئارة الإدارة وتوقف المساهمين عن تمويل الجامعة بسبب عدم إدانة الإدارة لكلمات ألقيت بحفل داعمي لفلسطين صارت من شهر. أما بجامعة لوس أنجلوس فتهاجموا طلاب وتهددوا لتنظيم مسيرة داعمي لفلسطين، واتهموا مرة جديدة بمعاداة السامية. بجامعة نيويورك كسر رئيس مصلحة طلاب الحقوق عرض عمل لأنه حمل إسرائيل مسؤولية الهجوم. ما بتقتصر هالحملة على الجامعات الأمريكية، الحملة عم تمتد للطلاب خارج أمريكا، ووصل وزير الهجرة البريطاني لحد التهديد بترحيل الطلاب الأجانب والأكاديميين المؤيدين لفلسطين.